مشاهدينا، رجعنا تاني ومعايا دلوقتي ومشرفني سيف بدوي، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورئيس محور الابتكار وريادة الأعمال. سيف، منورنا طبعا في تكويك. أهلا بيك، تشرف ليا. هرجع وأقول بحب دايما طبعا لما يبقى عندي حد من الاندستري ويبقى سنا صغير ولكن مقاما كبير، والتايتل زي ما احنا شايفين حاجة كبيرة، عايزين برضو نشرحه شوية للناس. الحقيقة أنا في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عضو مجلس إدارة ورئيس محور الابتكار وريادة الأعمال. طبعا غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات هي تحت اتحاد الصناعات التابع لوزارة التجارة والصناعة. الابتكار وريادة الأعمال دي حتة مهمة جدا، ودي حتة بنتكلم فيها في حاجات كتير، في ديجيتال ترانسفورميشن، في ستارت ابس، في حاجات كتير قوي، وفي مبادرات كتير قوي. فنبدأ الأول نشوف، أنا سامع طبعا عن مبادرة كنت عملت، فحابك ان انت تكلمنا برضو عن المبادرات دي. الحقيقة احنا طالعين بمبادرة اسمها مانيو تك او تكنولوجيا التصنيع. او مانيو تك دي يعني ترمينولوجي جديدة، يعني احنا اللي طالعين وتكنولوجي، صح؟ بالضبط، انتوا اللي طالعين. احنا اللي طالعين بالاسم ده الحقيقة. لقينا ان في فينتك وفي ادي تك وفي هيلث تك وفي كل حاجة دلوقتي بقت وراها تك، لان هي خلاص بقت بيزد على التكنولوجي او مبنية على التكنولوجي. كويس. فقلنا طيب بما ان غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تحت اتحاد الصناعات وتحت وزارة التجارة والصناعة، فمحتاجين يبقى في فوكس او ان احنا نركز، يبقى في تركيز على حاجه معينه. فبصينا على التصنيع. ليه بصينا على التصنيع؟ لان قعدنا نبص نشوف، لقينا ان معظم البلاد او البلاد النهارده اللي هي قادره تقاوم التحديات الى حد كبير طبعا. هي بلاد انتاجيه وبلاد عندها تصنيع. عشان كده ده كان الفوكس في حته التصنيع اكتر. بالظبط كده، لان احنا كمان ناحيه تحت اتحاد الصناعات اللي هو تحتي كل الغرف الصناعيه. تمام. فده كان الهدف. وكمان حلقه الوصل ان احنا اسمنا غرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فبرضو غير التصنيع وغير اتحاد الصناعات احنا كمان تابعين لوزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طيب، يمكن حتة الستارت ابس او الشركات الناشئة دي حتة مهمة جدا، وبرضو عايز اعرف ازاي بتقدروا ان انتوا تساعدوهم، او ايه المبادرات اللي ممكن تكون موجودة بتتعمل بحيث ان الستارت ابس والشركات الناشئة تقدر انها تحول، يعني انت عارف سيف، برضو من افكار الى حاجة في ارض الواقع بتتعمل فعلا. مظبوط. وهو ده هو ده هو ده الهدف الحقيقي، ان احنا نعمله الشركات الناشئه او الستارت ابس، وكمان الشركات الصغيره والمتوسطه كمان. الهدف الرئيسي هو في المبادره دي خصوصا ان احنا نقرب للتصنيع، لان التصنيع بنسبه كبيره جدا هو الاقتصاد، هو اقتصاد البلد، هو ده اللي فعلا بيقدر يقوم البلد او يخليها فعلا قايمه وفعلا عندها اقتصاد قوي. كويس. فالشركات الناشئه النهارده في حاضنات كتيره موجوده في مصر وحاضنات موجوده عامه. ايه دورها الحاضنات دي او بتعمل ايه؟ الحاضنات هي بتاخد ممكن بتبتدي من اول انها تاخد الفكره او اللي هو رائد الاعمال. أيوة. بتاخده من اول ما هو يكون عنده فكره، وبيحصل لها زي تقييم للفكره، او نبتدي ناخد الفكره دي لغايه لما تبقى تتقلب ناحيه البيزنس. كويس. بتتحرك بطرق مختلفه او بسيكونس او بخطوات معينه، خطوات معينه، بحيث عن طريق طرق كتير قوي طبعا حصلت كذا مره، وفي كذا حد بيحاول يساعدها، لان انت كرائد اعمال صغير عندك شركه ناشئه بتبقى محتاج خبره شويه في ان انت تقوم الحته بتاعه البيزنس او بتاعه الشغل نفسه. فعادة الحاضنات بتبقى في المرحله الاولانيه خالص، ان هي تاخد الفكره او تاخد الشخص، لان الفكره اي حد ممكن يطلع بفكره، هي الفكره في الموضوع كله ليه علاقه بالشخص. ساعات اشخاص كتير قوي بيجي لهم فكره وبيبقى متخوف، مش عارف هل يروح لفين، يعمل ايه، الفكره دي ينفع فعلا تتنفذ، ينفع ان حد يحتضن، وينفع فعلا حد ينفذها ولا لا. فدي بتبقى حكايه برضو. خليني اقول لك على حاجه قبل موضوع الفكره، ان الموضوع ليه علاقه بالشخص. بالشخص طبعا. كويس. الفكره ان جنرال في اقوال كتير تقول لك فكره ببلاش، انت ممكن واحنا قاعدين نقعد نطلع في افكار. طبعا. هي الموضوع مش في الفكره خالص، هي الموضوع في تنفيذ الفكره، او ان الفكره دي فعلا بتعالج مشكله ولا لا. هو دايما الناس بيقول لك انا بحل مشكله. بحل مشكله، صح. فلو في مشكله حقيقيه
وفي مشاكل كتيرة جدا حوالينا. لو انت عندك مشكلة قدرت ان انت تبص عليها وتخلق لها طريقة حل، خلاص هي دي الفكرة. صح. طيب طريقة الحل نفذتها، تمام، جبت منها فلوس، تعال بقى هي دي بقى خلاص ابتدى بقى يبقى ستارت اب فعلا حقيقي، ابتدى يلم استثمار، ابتدى يكبر. هي دي، هو ده الموضوع الاساسي في الموضوع. طيب يمكن برضو دي لفتت نظري لحاجة، ان ساعات كتير قوي هحكي مثلا على سوليوشنز ابلكيشنز، احنا في الديجيتال ترانسفورميشن دلوقتي في حاجات كتير قوي ساعات بتبقى يعني في احتياج معين، والاحتياج ده بيطلع منه الفكرة، وساعات العكس بيبقى الواحد ممكن انا ما بقاش عارف ان في ابلكيشن معينه هتسهل عليا حياتي. أيوة. فالنهارده الابلكيشن دي تطلع بعد ما انا استعملها الاقي نفسي ايه ده، وانا كنت ازاي عايش من غير الموضوع ده. فده بيواجهك برضو ده كمستخدم كان يوزر بس انت ما ينفعش ان انت تطلع بفكره بغير المشكله، يعني لازم يبقى في اوريدي المشكله موجوده ومنها هتحلها ازاي. مظبوط. فانت كيوزر ممكن يبقى عندك المشكله بس مش عارف ليه حل هناك ولا لا. صح. بس دي بقى قصه بقى تسويقيه او ليها طرق تانية كتير. بس انا النهارده كشركه ناشئه او كعندي رياده اعمال دايما عندي مشكله، الهدف ان انا يبقى عندي مشكله احلها. كويس. ده الهدف الرئيسي. انا عايز ارجع لنقطه الماني تاك اكتر، عايز اشرحها بتفصيل اكتر، اللي هي الماني تاك او المانيفاكتشرنج تكنولوجي او التكنولوجيا التصنيع. باختصار شديد احنا بنحاول ان احنا نستخدم التكنولوجيا الحديثه او بيسموها سريعه النمو اللي هو اكسبوننشال تكنولوجي بالانجليزي، اللي هي تحتيها بقى حاجات كتير قوي، تحتيها الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي، ماشين ليرنينج، الديب ليرنينج، ال 3 دي برينتينج، الاوجمانتد رياليتي او الاوجمانتد رياليتي الفيرتشوال رياليتي او الفي ار، وحاجات تانية كتير جدا وريليتد برضه للاي او تي والحاجات طبعا دي. طبعا الاي او تي وبرضه من اهم الحاجات الاندستري 4.0 او اللي هو الجيل الرابع. ده اللي هو ايه بقى يعني؟ برضه لو الناس بتسمع عنه هتقول انا بسمع عن الاندستري 4.0 او الجيل الرابع، ده معناه ايه؟ الحقيقه ده باختصار هو ده في الثوره الصناعيه الرابعه او الجيل الرابع. اللي هو في الاخر انت بتستخدم كذا كذا تكنولوجي تول عشان تقدر ان انت، او تكنولوجي ادوات تكنولوجيه عشان تقدر ان انت تحقق تنميه او توفر او تسرع عمليه انتاج او او او. هاي. في ناس بتربطه بنسبه كبيره جدا للاي او تي اللي هو انترنت الاشياء، انترنت اوف ثينجز، اللي هو الانترنت اوف ثينجز، بس هو اكبر من كده بكتير لان هو مربوط بكذا حاجه. يعني الانترنت اوف ثينجز دي جزئيه صغيره من الحته دي عشان برضو نبقى الناس تفهم الحته دي. مظبوط. طيب ونتكلم اكتر على حته المانيفاكتشرنج تكنولوجي دي. انت عايز تقول فيها ايه برضو اكتر؟ بنستخدم كل، بنحاول ان احنا نبني على الاساليب التكنولوجيه الحديثه بحيث ان احنا نطلع بحلول تخدم التصنيع او نصنع بكميات بماس برودكشن او بكميات اكبر او او او. ده الهدف الرئيسي، ان احنا نستخدم، عندنا تكنولوجيا، عندنا تكنولوجيا وعندنا تصنيع. تمام. كويس. انا عايز استخدم احدث الاساليب التكنولوجيه عشان اقدر اطلع بيها في التصنيع، اطلع بقى منتج جديد، اطور المنتج اللي عندي، اروح حته تانية خالص، اسرع المنتج. كل دي حاجات تقدر ان انت تخدمك في التصنيع. طيب ازاي بتعملوا الاويرنس؟ يعني النهارده انت ممكن تبقى بروفايدنج التولز زي ما قلنا في بالديجيتال ترانسفورميشن، في ابلكيشن، في سوفت وير، في حاجات كتير، بس ممكن عايزين تزودوا الوعي اولا للاند يوزر ان هو يقدر يستخدم الحاجات دي ازاي، وفي حته البرودكشن يمكن للموظف نفسه يقدر يستخدم التولز دي ازاي. كويس. انت جيت في حته مهمه جدا اللي هو في الاخر انت عايز تطبق بقى الموضوع، ما مش طلعت بحاجه وحطيتها على جنب او ما اشتغلتش بيها او طلعت زي ما انت قلت فكره او طلعت. صح. لا انا مش عايزين كده، هو الهدف الرئيسي التطبيق. احنا مش عايزين ان احنا نطلع بفكره وخلاص، احنا الهدف فعلا التطبيق. وعلشان كده ده كان دور غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ان احنا النهاردة حلقة الوصل ما بين الصناعات او الغرف الصناعية اللي هو جواهم كل المصنعين وفي نفس الوقت التكنولوجيا. كويس. فكان من ضمن برضو الحاجات اللي احنا بنحاول نعملها ان احنا نساعد في التطبيق ازاي، زي ما احنا النهاردة او في المؤتمر بتاع وطن رقمي تابع اللي هو التابع لغرفة صناعة تكنولوجيا والمعلومات، اطلقنا المبادره دي وسط الغرف الصناعيه، والهدف ان احنا نوصل للمشكله اللي هم المصنعين اللي عندهم مشكله وعايزين يطوروا،
ونحاول ان احنا نجيب لهم شركات ناشئة او كوادر تحل المشكلة دي بطريقة مناسبة او بطريقة يعني بتطبيق صح ان هو يقدر يحللوا المشكلة سواء بقى بستارت اب سواء بسولوشن من جوه. ده الهدف الرئيسي في الاخر ان انت فعلا تطلع بتطبيق للموضوع. والمؤتمرات دي هل انت شايف انها مهمة في حتة الوعي؟ يعني ساعات احنا كمان من خلال المؤتمر بنشوف شركات ناشئة فعلا موجودة وعارضين حاجات ما كناش عارفين انها اصلا موجودة، وبيجي ناس زي ما قلنا اللي عندهم افكار يبتدي يشوفوا ده حد غيري على فكرة كان من فكرة اهو الموضوع يتنفذ، فممكن يتشجع برضو ان هو ياخد الستابس دي. لا طبعا المؤتمرات يعني ليها مميزات كتير، من ضمنها ان انت بتقعد بتشوف ناس مختلفة، بتقابل أفكار مختلفة، بتقابل ناس مختلفة، فبتلاقي مثلا نفسك عندك حاجة معينة عايز تطلع بيها، إما تتشجع تلاقي حد طالع بفكرة هو كمان، أو مثلا تعرف على شخص يقدر إن هو يساعدك. دي كلها بتبقى وبيجي حاجات ناس من بره كمان ساعات، فبنشوف اكزامبلز من ناس من حتة تانية أو دول تانية. بالضبط. طيب يعني سريعا كده، أنت شايف برضو حتة الديجيتال ترانسفورميشن ماشية إزاي في مصر؟ هل هقول احنا on the right track، هل في infrastructure او بنية تحتية بتسمح ليه ان احنا نقدر نواكب الديجيتال ترانسفورميشن اللي ماشي دلوقتي؟ يمكن برضو من كورونا لما حصلت لقينا نفسنا في حتة تانية فجأة، اللي هو احنا كنا في حاجات بنتكلم عليها قبل كده في التعليم في الصحة في حاجات كتير قوي، virtual classrooms e-learning حاجات كتير زي كده، ولكن فجأة لقينا نفسنا إيه؟ لا لازم نستعملها دلوقتي. صح. فبرضو شايفها ازاي؟ لا انا شايف ان في خطوات بتتاخد كويس، بس شايف ان لسه في فرص كتير. يعني انا من طبيعتي ان انا دايما طموح ودايما شايف ان في احسن ودايما ببص على احسن كويس، ففي فعلا خطوات ومحسوسة والناس حساها كتير قوي، بس في شغل كتير قوي. انا شايف ان هو في فرص كتيره جدا سواء للشركات اللي موجوده او للشركات الناشئه انها تقدر تكونتريبيوت، والدليل ان انت في شركات كبيره قوي بتيجي من بره. صح. علشان بيلاقي فرصه في مصر مش موجوده في حته تانية كويس. ففي هو انا شايف ان في تطور طبعا بيحصل في خلال الفتره اللي فاتت. كورونا ساعدت كتير، وكمان على فكرة النهاردة الحكومة بتساعد الموضوع ده وعمالة بتزق في الاتجاه ده، وكمان القطاع الخاص في حتت كتير برضو. طبعا. شركات كتير برضو بتساهم في كده. هي الحكومة في الأول هي المسؤولة، يعني انت النهاردة الديجيتال ترانسفورميشن ان جنرال طبعا القطاع الخاص، بس القطاع الخاص هو اللي بينفذ. مظبوط. يعني هو المنفذ للاستراتيجية اللي بتحط. مظبوط. في سؤال أخير بحب أسأله دايما بالذات على حتة الستارت ابس، بقى عايز انك تدي نصيحة للشباب اللي هم في ناس كتير بتيجي مسافات من محافظات. أيوة. بيبقى في ناس بتسيب شغلها وتبتدي تركز ان هم يعملوا شركة ناشئة، بس بيبقى متخوف، بيبقى مش عارف انا ماشي صح ولا ألجأ لمين، اعمل ايه، تقول لهم ايه؟ طيب دي جميلة قوي. متخوف بتفتكر هيبقى متخوف من ايه؟ عشان يفشل. صح. خايف طبعًا. يفشل، خايف يسيب كل حاجة. طب ما يفشل حاجة ما يفشل يعني في ناس بتحصل كده بتفشل. ما يفشل هو في الاخر اي حد بينجح او نجح هو عدى بمراحل كتير قوي وفشل كتير قوي. مظبوط. فانا حتى اوقات بدي يعني لما حد بيجي يسألني كده على مستوى شخصي او حاجة بيستغرب اجابتي، بقول له افشل. مش قصدي ان انا اقول افشل، بس انا بحاول اخليه ان هو يبقى موافق، عنده يعني ما عندوش مشكله ان هو المره دي ما جاتش. صح. مره جايه تيجي ما جاتش. انت كل خطوه بتعديها بتمر بيها انت بتتعلم اكتر بكتير، انت بتقوم. طبعا. في حته تانية خالص. النهارده عومت شركه فشلت، هل انت كده بتبتدي من زيرو؟ انت مش بتبتديش من زيرو، انت خدت خبره كبيره جدا حصلت ولازم هيقاس. يعني لان في ناس بتيأس، يعني اول فشل مره اتنين يقولك لا خلاص انا جربت مره اتنين خلاص يا باشا كده تمام. انت لو بصيت على اكبر ناس في رياده الاعمال وابتديت تبص على 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 طريق حياتهم او صح. او السيره بتاعتهم، هتلاقي ناس كتيره جدا كانت بتمر بايام. لو بصيت على جاك ما مثلا بتاع علي بابا. أيوه. الراجل ده قدم مش عارف في كنتاكي تقريبا مش عارف كم مره، وكانوا بيقولوا له لا كنتاكي عشان يشتغل في كنتاكي، ودلوقتي بص الراجل بقى فين او الشركه بتاعته بقى فين وعمل ايه في الاقتصاد. فهل ده عشان يأس؟ لو يأس كان بقينا كان مبقاش موجود. طبعا. ففي الاخر انت النهارده كشخص لازم يبقى عندك ثقه كبيره جدا بنفسك،
ولازم تبقى عارف ان انت اصلا من طرق النجاح، يعني عشان طريق النجاح لازم بتعدي على مراحل كتيره قوي. مظبوط. فيها حاجات بتوجع كتير، فيها فعلا فشل او فعلا بتوصلش اللي انت عايز توصله من الاول. مفيش حد بيوصل من اول مره، دول نسبه صغيره خالص محظوظين مثلا، بس في الاخر انت لازم تتعب ولازم تبقى عارف ان انت ايه المشكله. النهارده ما جاتش، بكره تيجي، بكره ما جاتش، بعده هتيجي، بعده ما جاتش، بعده هتحصل. ما دام انت في حاجه واحده بس انا مقتنع بيها، ولو بصيت على اي شخص ناجح انت بمواصفاتك انت شايفه ناجح ايا كان هو ايه، كل واحد عنده نسبه النجاح بيشوفها بطريقه، بس هتلاقي حاجه جميله جدا. اي حد ناجح بمواصفاتك انت، يعني خلي اي حد انت عندك مواصفات للشخص ناجح وكل واحد عنده، بص عليه هتلاقي عنده حاجه ان هو دماغه ديترمنت، يعني هو عنده هدف واحد او عنده حاجه هيوصلها، فوكس وبرسيستنت عليها، يعني برسيستنت ده هيوصل لها، بس هيوصل لها امتى بقى ما تعرفش. صح. الحاجه الثانيه، انت النهارده الحاجه اللي انت فعلا عندك كنترول عليها هو شغلك. كويس. النتيجه مش بتاعتك. كويس. طبعا. فانت لازم تتعب، دي الحاجه الوحيده اللي انت فعلا تقدر اللي بتحط الانبوت فيها، دي الحاجه الوحيده الحقيقيه اللي انت عندك فيها قيمه او تقدر تبقى مسؤول عنها، هو الشغل بتاعك ومجهودك. كويس. النتيجه دي بقى مش دايما بتبقى، او مش دايما، هي عمرها ما بتبقى بتاعتك. صح. سيف، نورتنا في تك ويك، وان شاء الله يبقى لينا لقاءات تانية. اكيد، ده شرف. ونحضر برضو مؤتمرات ونشوف بقى الستارت ابس ماشيه ازاي. خير ان شاء الله. انا سعيد بيك جدا وشكرا على الاستضافه الجميله دي. متشكر جدا يا سيف. شكرا ليك. مشاهدينا مكملين لقاءاتنا، انتظرونا.